رمضان كريم مشاهدي المدى، أنا حامد السيد أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم ناس وحكومة. بعد ما كنا في محافظة كربلاء المقدسة وفي محافظة النجف وفي محافظة تكريت، في تكريت هناك سلطنا الضوء على الخدمات وعلى المسائل الأمنية المتعلقة طبعا بناحيتي العلم وأيضا الملف الخدمي والاجتماعي في قضاء سامراء، وانتقلنا بالعودة طبعا إلى بغداد، وسنخصص الحلقات المتبقية أيضا لصيد معاناة الأهالي في أطراف العاصمة بغداد، لأن مثل ما تعرفون حضراتكم بغداد معقدة وبالنهاية واسعة جدا، واستحدثت مدن واستحدثت حقيقة أحياء في العاصمة تستدعي مني من كصحفيين أن نزور هذه الأحياء ونتعرف على طبيعتها، متى تأسست وكيف تأسست، وهل هي حقيقة رسمية غير رسمية، زراعية غير زراعية، وأيضا طبيعة الخدمات فيها، طبيعة المجتمع، عادات المجتمع فيها، من أين وافد هذا المجتمع، هل هو جزء من العاصمة من خارج العاصمة. أنا الآن في وسط هذه المدينة، منطقة أو مو مدينة، أصبحت مدينة طبعا وهي واسعة جدا، السيارات الزملاء في كادر البرنامج عانت كثيرا للوصول إلى نقطة التصوير هذه اللي احنا من خلالها نقدم لكم برنامج ناس وحكومة. الآن مدينة مترامية الأطراف كبيرة، تقع في الضفة الجنوب شرق مدينة الصدر وجنوب شرق العاصمة بغداد، اللي هي منطقة الدسيم خلف السد المعروفة طبعا، السد عند الأهالي طبعا في بغداد، وأيضا خلف الشطيط أو خلف قناة الشرطة رسميا، هذه التسمية الرسمية. في هذه المنطقة لا خدمات، لا بنية تحتية، لا شوارع. أيضا سألنا عن المدارس، يبدو هناك مدرسة واحدة وعبارة عن كربانات، مستوصف صحي موجود واعتقد هو أهلي وما أعرف هو خير بالنهاية، والمدينة تحتاج إلى كثير من المرافق الصحية وكثير من المرافق الأخرى اللي تهتم بصحة الإنسان وحياة الإنسان واستقرار المواطن في بغداد. في هذه المنطقة، منطقة الدسيم، أكرر هناك طبيعة من المجتمع، وهذه الطبيعة علينا أن نتعرف طبعا يعني على ممارساتها، على سلوكها، وأيضا عاداتها وتقاليدها، وأيضا معاناتها، متى تأسس هذا الحي وكيف تأسس ومن المؤسس لهذا الحي، حي الدسيم. ورحب بضيوفي كل من السيد فاضل الشويلي عضو مجلس محافظة بغداد. رمضان كريم عليك أستاذ فاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا، وشكرا لقناة المدى، وشكرا للكادر على المعاناة، ونحن ممتنين جدا لنقل معاناة شعبكم وأهلكم، خصوصا في المناطق الغير مخدومة. نعم. لا يمكن أن نطلق عليها مناطق عشوائية مهما يكون هم يعني أبناء هذا البلد. صح. وأبناء هذا الوطن. فيعني كما يعبرون العوز له العوز يفشل، العوز لا يعني هو لازم يعني الانتشار والانفجار السكان الهائل. راح نفتح الحوار في طبيعة شكراً هذا التشظي والتوسعة في العاصمة. شكرا بغداد. جزيلا. شو اللي يضطر المواطن في بغداد بأن يستكشف مدن أخرى ويستحدث مدن أخرى ويسكن فيها؟ هذا طبعا أيضا مسؤوليتك أنت كعضو في مجلس تشريعي ورقابي في مجلس محافظة بغداد، أيضا لديكم رؤية طبعا ولديكم أسباب يبدو متعلقة بتوسع العاصمة ويعني انفجارها السكان الكبير. ورحب أيضا بالسيد كامل خنجر رئيس مجلس البلدية. رمضان كريم عليه. في ثاني حلقة من برنامج ناس وحكومة، في الحلقة السابقة استضافناه قرب مكتب السيد الصدر في مدينة الصدر، وإحنا مو بعيدين أيضا في مدينة الصدر، ما أعرف هذا القاطع رسميا يعود إلى المدينة بعد ما مسجل ضمن يعني ضمن بلدية المدينة، ما أكيد عارف. كل المناطق اللي موجودة اللي تحتوي إلى خلف السد. نعم. هي حي الدسيم سابقاً والآن هي لها تسمية خاصة، موسى الصدر، وأيضاً المناطق الأحياء المجاورة لمنطقة الدسيم هو حي المنتظر وحي الزهراء وحي طارق وحي الإمام الرضا. هاي تسمية اجتماعية. نعم. هذه التسمية تسمية خاصة اجتماعية. نعم. أكو الدسيم. نعم. تنشطر إلى قسمين. نعم. القسم الأول هو منطقة. طيب. الدسيم الأولى هو موسى الصدر. نعم. والثانية هو حي الصدرين. طيب إذا كان راح يتوسع في الحديث عن هذا مصطفى. نعم. اسمح لي أن أرحب بضيوفي في الضفة الأخرى طبعاً، القريبين مني من شيوخ ووجهاء وشباب منطقة الدسيم، أهلا ومرحبا بكم، رمضان كريم عليكم، والله بالخير طبعا.
طبعا نتمنى أن يكون الحوار نافع وجاد وأيضا يؤدي إلى نتائج تتمنوها وتأملوها من مجلس المحافظة ومجلس البلدي في مدينة صدر، لكي على الأقل تتحول هذه المدينة إلى مدينة لها ملامح، لها شوارع، لها مدارس، لها مستشفيات، لها أسواق أصولية. أهلا ومرحبا بكم وشكرا على حسن الضيافة والاستقبال. أنا راح أبدأ من السيد فاضل الشويلي. أنتم في مجلس المحافظة، هذه مو المدينة الأولى اللي يتم تأسيسها أو حقيقة استحداثها بعد السقوط، بعد التغيير. أكو مدن أخرى أيضا في أطراف العاصمة تستكشف لاحقا أنها مدينة فيها سكان وفيها شوارع وفيها كهرباء أيضا. شنو أسباب هذا؟ فعلا هو المسألة تعود إلى الانفجار السكاني، منازل ما عادت تكفي للعاصمة، قطع الأراضي اللي ما تمنحها الحكومة للمواطنين يؤدي إلى أن يستكشف المواطن بنفسه مدن ويستحدثها. تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية خلنا نعتبرها أمسية رمضانية خدمية. نعم. ممكن الاستفادة من شهر رمضان المبارك بأنه خلي تعمل فائدة على جميع الأخوة، من ضمنها منطقة الدسيم إن شاء الله. طبعا كما تفضل أستاذ كامل تسمية سابقا، يعني حسب المعلومات الواردة أنه منطقة الدسيم هي منطقة ريفية فأطلق على هذه التسمية. أما في حسب ما مسجل وفي مجلس محافظة وفي قاطع الصدر هي أنه قسم إلى ثلاث مناطق. اليوم الانفجار السكاني وكما عبرت تشظي، كما يعلم الجميع أنه قبل سقوط 2003 يعني كانت أزمة السكن جدا خانقة. فبعد السقوط وأراضي موجودة، الحكومات السابقة وظلم الحكومات السابقة لم توزع ثروات البلد على الأهالي، أنا أقصد بالثروات على أنه المساحات بالتساوي يعني. بالتساوي. نعم. فكان شرق القناة له حصة كبيرة من المناطق التي تم توزيعها من قبل السكان، يعني ليس مسجلة على الواقع أو ليس مسجلة في البيانات الرسمية للحكومة. نعم. اليوم الكثير كما عدد أستاذ كامل، حي طارق، حي الإمام المنتظر، الدسيم، بعد في أطراف شرق القناة، هذه كلها مناطق هي نعتبرها توابع مدينة الصدر. ها. توابع مدينة الصدر. نعم. يعني حسب المسجل لدينا لا يوجد وافدين إلا ما ندر من خارج العاصمة أو من خارج مدينة الصدر. ها. مدينة الصدر تمددت. تمددت يعني. مدينة الصدر اليوم الإحصائية تقول تشكل 3 مليون، أو إحنا بالنسب 40% من سكان بغداد، من سكان محافظة بغداد، بل جزء أزيد بالنسبة. اليوم نحن بصدد مدينة منطقة الدسيم. منطقة الدسيم تقريبا عدد نفوسها ما يقارب 25,000 نسمة. غريب، رقم كبير. رقم كبير، يعني عندما نتجول بعض الأحيان مع الأخوة المختار أستاذ رائد، وهي ثلاث مناطق، ثلاث مخاطير موجودين. نعم. ممكن يعني تاحت الفرصة للحديث عن معاناتهم. نعم. نتجول تصل حدودها إلى ديالة تقريبا. غريب. بالعمق. أوف. فهذه يعني نسب غير دقيقة، بل جزء أكثر نسب سكانها. اليوم توجد في منطقة الدسيم والمناطق المتمددة من مدينة الصدر مشكلة. المشكلة أنه لمن تعود هذه المناطق؟ هل هي تعود مخدومة من قبل أمانة بغداد أو محافظة بغداد؟ أو محافظة بغداد. هذا ترسيم الحدود هي مشكلة ليست يعني فقط في هذا القاطع، بل في الحكومة الاتحادية. اليوم توجد مشكلة على تسجيل الحدود وترسيم الحدود. قانون العاصمة. قانون العاصمة. في محافظة بغداد درس قانون العاصمة ولم يصل إلى نتيجة باعتبارات سياسية، حسب اعتقادي باعتبارات سياسية لا غير، أنه أين حدود البلدية وأين حدود محافظة بغداد. فمعاناة منطقة الدسيم كبيرة وكثيرة. فاليوم البنى التحتية غير متوفرة حقيقة. مي ماكو أيضا. مي، يعني إحنا عندنا أزمة المي، نمر بأشهر عجاف من سنين يوسف.
أنه السابع الخامس السادس السابع في مدينة الصدر التي تأسست في الستينات اليوم تعاني في هذه الأشهر العجاف. غريب. فكيف بهذه المناطق؟ أي. اليوم نحن مثلا نتعاون مع الأهالي ومع أمانة بغداد ومع محافظة بغداد في تسيير تناكر. نعم. وتقسم هي لا تكفي طبعا. نعم. هذا مي الشرب تقصد؟ مي الشرب. بعض الأحيان يباع الأهالي من قبل ضعيفي الأنفس من أصحاب نعم. التناكر يعني استغلالات تعرف أنت اليوم الأزمة تستغل. أيه. تستغل. نعم. بالنسبة لمجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد هي تعمل تعمل بإطرها القانونية. اليوم مثلا مدرسة موجودة واحدة كما تفضلت يعني انشطرت إلى دوامين وهي كرفانات عبارة عن كرفانات. نعم. اليوم حتى مدينة الصدر جبنا لها كرفانات والله طبعا لأن مشروع رقم واحد ولو هيك خارج الموضوع مشروع رقم واحد اللي طلقتها التربية وفلشت في يوم واحد 47 مدرسة في شرق القناة عجيب فلشتهن وخذت فلوسهن وراحت هذا التزايد بالسكان يعني كل سنة يراد هذا كل سنة يراد أن تبني باقيات مفلشات باقيات من صار 7 سنوات غريب فلوسهن يعني تفلش بزمن الوفرة المالية ما نقدر نقول لا قبل كانت أموال موازنة انفجارية تم هدمهن في يوم واحد وسمي مشروع رقم واحد موجود بالنزاهة أنا أعتذر على مقاطعتك تفضل بالبقاء مع السيد فاضل خلنا ننتقل للسيد كامل الخنجر رئيس مجلس البلدي في مدينة الصدر سيد كامل مدينة الصدر هواي جاي تشهد على الأقل توسعة مو توسعة معمارية توسعة أكو مدن جاي تكون في محيط مدينة الصدر حقيقة وبالتالي هي تابعة للمدينة ما تقدر تقول أنا ما أقدر أدزها للخدمات ما تقدر تقول ما أقدر أشملها بالاهتمامات في اهتمامات المجلس البلدي هذا تحدي تواجهونه أنتم في المجلس هذا شي شكل أثر على وظيفتكم أكيد هناك توابع إلى محافظة بغداد وهي أطراف بغداد وتوابع إلى أمانة بغداد وهو اللي ما يسمى بالعامية الطابو وهذا الشيء كله معروف عند الناس جميعا اللي موجودين لكنه هناك كل اللي موجودين خلف المناطق السدة أو المناطق احنا اللي نسميها مناطق زراعية هذه خدمتها فقط بالعلاقات الشخصية يعني كمثال هذا أبسط حالة اللي أقول لك بيها ويمكن الأخوة اللي موجودين جميعهم أهلنا يشهدون بذلك الكهرباء اللي موجودة الكهرباء وزير الكهرباء ما ينطي الكهرباء للمناطق الزراعية أو يسموها هم العشوائية اللي عندهم هذا القانون يجبر هذا القانون اللي يثبت للوزير لكنه من خلال علاقاتنا مع مجلس محافظة ومع سيد المحافظ ومع مدير الكهرباء ومن الأهالي الضغط أيضا وأيضا علاقاتهم مفتوحة مع الناس قدرنا نوفر كهرباء شيء مبسط لهذا الناس نعم. يعني كهرباء ما تكفيهم صراحة لهذا العدد الهائل اللي 25,000 من حصة المدينة هاي الكهرباء طبعا من حصة المدينة هاي هاي مغذيات وحسابات هندسية موجودة بين الكهرباء لكنه احنا اللي موجود عندنا التوسع اللي صار هو اللي قطعة في مدينة الصدر هي 144 نعم. فتعرف التكاثر اللي موجود لأنه مدينة الصدر تحتوي على 3.5 مليون يعني ما يعادل ثلث بغداد تقريبا دولة أو 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 أقل من ثلث بغداد أو تستحق محافظة اللي موجود الحدود الإدارية اللي موجود هي ما تحيط بنا 9 نيسان أي المعامل ومن الشمال هو قاطع الشعب احنا نسميها المنطقة القديمة نعم. الثعالبة والمناطق هاي اللي موجودة أيضا ما مخدومة بصراحة بصورة صحيحة لا مخدومة من محافظة بغداد ولا مخدومة من أمانة بغداد بالصورة الصحيحة لكنه فقط علاقاتنا مع السادة إخواني أعضاء مجالس المحافظات بالتنسيق مع السيد المحافظ وأيضا مع أمين بغداد هسه أمين بغداد شنو اللي موفر بهاي المناطق فقط تكرمون النفايات يعني يجيب ما أدري شفل هنا موجود وأكو كم يعني سيارة هاي تنقل لهم مرات النفايات أيضا بالنسبة للمي تنسيق عمل بين أمانة بغداد وبين المحافظة نعم. هذا اللي مخدوم أيضا شارع شلون يوصل المي للدسيه
ما عندنا مي عن طريق التناكر فقط. بس التناكر اي فقط عن طريق التناكر احنا سوينا قبل حوالي سنتين وحدة مياه مصغرة للتحلية يعني ويعني بقت حوالي تقريبا سنة وبعدين انهملت هذا الموضوع. أكم كاني نأسس مشبكات مياه في المنطقة للمجلس البلدي عنده إمكانية متوفرة؟ لا هو المجلس البلدي أيضا رقابي رقابي على المؤسسات. لا أنتوا عديتوا خطة سويتوا خارطة لهذه المدن كيف تتبقى؟ كل خطة ترفض من قبل أمانة بغداد ومن قبل محافظة بغداد إذا تعد من قبل المجالس البلدية. طبعا احنا عندنا عدة ليش شنو سبب الرفض؟ المشكلة الرئيسية اللي تواجهنا هو لعدم استقرار المنطقة بالطابو فقط. بالطابو ما عندهم سند قانون. ماكو سند قانون لكنه فقط علاقات من تروح للوزير يقول لك والله هذه مو صلاحيتي فقط. العلاقات هم راح تأثر على مستوى الخدمات في مدن أخرى اللي هي ضمن صلاحيتك يعني مدينة الصدر. أكيد يعني إحنا من نسحب المي منين نسحبه؟ من مدينة الصدر. من مدينة الصدر. من الكهرباء منين؟ من مدينة الصدر. من مدينة الصدر. إذا دخل كابسة مدينة الصدر. لكنه خوب هذه الناس اللي موجودين هم منين جايين؟ نعم. هم ما أجوا من غير مكانات. هم فقط من مدينة الصدر. أنا تحدثت في الكلام مالي قلت 144 أسألوا تسأل كل اللي واقفين. هم ثلاثة أرباعهم من مدينة الصدر. ليش؟ لأنه كثر اللي موجود العائلة صارت البيت اللي خمس عوائل أو ست عوائل فصار يعني إخفاق عندهم يعني بهذا 144 واضح فتوسعت هاي المناطق اللي موجود. أنا مضطر أذهب لفاصل. مشاهدين تفضلوا بالبقاء معي. شكرا لتفضلكم البقاء مشاهدي المدى. أنا مباشرة راح أنتقل إلى ضيوفنا. طبعا أنتوا يبدو لمساحة الحديث أما عندكم أوسع تكون أشمل. أنتوا سكان الدسين رمضان كريم عليكم وعلينا. إحنا بالنسبة إن من جانا أستاذ قبل ما يجون الإخوان كان الأستاذ كامل خنجر وياه بالبداية. إحنا كان ما عندنا لا شارع ولا تيل ولا أبد. ها يا عام حجي يا عام بالألفين وستة أعتقد مو 2006 2005 ايه. وهي المدينة شو وقت تأسست او شو وقت وجدت؟ بال 2005 2005 اي بس هي قديمة يعني انا سعد بيتي بعهد النظام السابق كان زراعي كان زراعي دوان هذا النيشر يعني مزرعة عندك بيها لو شو؟ اي مزرعة فاجى الاستاذ ويانا يعني. ركض ويانا يعني الرجل الشارع والكهرباء اللي يقدر عليه. طيب اجى الاستاذ علي التميمي الله يحفظه سهل لنا عملية الماء. طيب بس احنا ما عندنا ذيش الخدمات يعني الماء هسه يقول الاستاذ يقول احنا شهر السابع وشهر الثامن لا شهر الواحد ما عندنا ماء. هذا الواحد اللي بين جماد ما عندنا ماء. عندنا شارع واحد سايد واحد هذا عرفت اللي ابو النفايات عليه ابو التريلة عليه ابو يعني هذا السايد الوحيد اللي هو مبلط هذا تعرف شنو هذا الشارع هذا يخدم المعامل الازدحام مال المعامل الحي طارق شو اسمه ذيك كل الاطراف هاي منا يفوت يخفف الازدحام من هناك زين عرفت نعم. هاي وحده عندنا مدارس ماكو نعم. مثلا هاي الفلوس الراحت اللي نصرفها لو ما اخذين نص دونه يصير بي تمام استاذ كامل لو ما اخذين نص دونه يصير مدارس هاي عندنا قيعان موجوده هاي هنا قاع نص دونه ياخذون والنص دونه ما يكلف نفسه ب 40 30 مليون عربي. الصير طيب. مدرستين نعم حتى لو يلمها على المنطقة واضح ونشتريها ونسوي لنا مدرسة. طيب ليش احنا اطفالنا تطلع اكو احنا عسان عندنا جهالي دامون بالأورفلي وجهالي دامون بمدينة الصدر بالأورفلي بالداخل يعني مدينة الصدر ورا المدينة عربي. وجهالنا يدامون بمدينة مال الصدر وعندنا هاي ام خلف الله على الجماعة جابوها كرفانات مال مدرسة ابتدائية يمكن الحد الخامس ابتدائي الحد الثالث الثالث متوسط لا ثالث ابتدائي هذا الثالث متوسط خليك من شيخنا الحديث بعد الثالث ابتدائي شلون بعد الثالث يتحول لمدينة الصدر مدارس مدينة الصدر اي بس هذا هم مو كبير هم صغير بعد اي صغير بس معاناة يعني هي المدارس حتى مال مدينة الصدر هي بيها يعني ازدحام كثير يعني زين يعني يعانون من مناطق الدسية معاناة كلش كبيرة يعني المنطقة يحتاج لها مدرسة ابتدائية ثانية يعني لو تزور المدرسة بأيام الدوام الرسمي تشوف يعني متكتسة
متكدسه الاطفال ويعني معاناه وهالطين وهال يعني الاوساخ يعني الشغله تعبانه حيل تعبانه. نعم. اضافه للشارع مالهم مواصلات مالتنا بالامطار احنا ننتهي زين. يعني انتم جنابكم جيتوا هسه شفتوا الشارع هي. الشارع يعني السيارات تفلشت يعني الخدم الشارع بس مو ذيك الخدمه المضبوطه يعني ورا فتره وجيزه من الزمن انتهى الشارع لان ثقل السيارات تحول ثقل السيارات الماره من منطقه المعامل السيارات اللوريات والسيارات الكبيره والكابسات مال الانقاض كلها تفوت على هذا الشارع. هسه هذا الشارع شيء مجاري عندكم؟ استاذ هو مي حلو شرب من المأساة. ايه اللي اقوله يعني احنا يعني احنا هاي المنطقه تجينا ثلاث مرات بالاسبوع تنكر المي وتبلط له سو مجاري وصحيات وبعدين سو استاذ احنا يجينا تنكر ان حصه ثلاث مرات بالاسبوع التنكر يعطيك تانك ابو الالف لتره هذا المي الشرب هذا المي الشرب يعني هو 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 شرب هو يعني انت ما عندك مصدر غيره هو هو التانكي نفسه هو التانكي هذا كلش قد يجي يعني كل بالاسبوع يجينا ثلاث مرات مثلا يجيني السبت يجيني الاثنين يجيني الاربعاء ويجيني السبت يعني ثلاث مرات بالاسبوع يعني معاناة مأساة خصوصا احنا الاطراف يعني بدايه مدينه الدسيم من هناك بها مجال يعني يحصون يجوز مي بس احنا من هنا يعني مشكله يعني نعاني من مشكله المي خاطر تقول المجاري هو وين المي الزايد الاذبه خاطر يصير عندي مجاري يعني هذا البزل اللي تشوفه وراك هذا البزل نعم. هذا البزل هو خادم المنطقه مال فيضان ما فيضان زين. هذا هو هذا نقذنا يتحول على زين المجاري وين تروح احواض مسوين للمدينه لا سبتتين اكو بها وعلى البزل القديم احنا لا سبتتين على الشطيط يسموه اي على المشروع الروائي لذاك الكبير اللي يربط مناطق يعني مضخه شلون مال المي المالح كان نعم. وتحول الى مجاري ومضخات تشمره بالبديع زين ليش ما بقت هاي الارض زراعيه؟ هاي الدسيم ليش ما بقت زراعيه؟ قلتوا ها؟ بس السقي انقطع بس العفو المايك الماي الاروع مال السقي مال الزراعه ايه قطعته مقطوع شلون؟ يعني ما ظلت بها خدمات زراعيه رائد خل نسمع من يمه مختار المنطق خدمات زراعيه ما ظلت فيها أنا أتشرف بكم أهلاً وسهلاً قناة المدار أشرف السادة الضيوف السيد فاضل الشويلي عضو مجلس محافظة بغداد والأستاذ كامل خنجر رئيس مجلس البلد لمدينة الصدر منطقة الدسيم تتكون من ثلاث مناطق حي المصطفى وحي موسى الصدر وحي الصدر الدسيم بها 25 ألف نسمة الدسيم أول ما تكونت من 2005 تفضل أستاذ كامل خنجر قال لك المنطقة تكونت عن طريق العلاقات مدرسة ما موجودة إطلاقا كانت كان رجل يجي يعني يجي كامل خنجر عدة مرات وشاف الأطفال شلون توصل لمدينة الصدر بالطين وبالأوحال يعني يعني كانت معاناة ما تنقبل فالرجل يعني جزاء الله ألف خير جاب المدرسة الكرفونات يمكن بشق الأنفس أنا أتذكرها جابها يمكن من 12 بالليل يمكن للأربعة الصبح الحاصل بس هاي تبقى مبادرات فردية الحاصل فاجتنا مدرسه كرفانات هسه مشكور الرجل جاب لكم كرفانات ماكو مشكله نعم. بس اقول يعني في المستقبل باقي 10 سنوات القادمه ال 20 سنه القادمه نعم نعم بس احنا مدرسه موجوده عندنا لكن لا يزال لحد الان مركز صحي ما عندنا استاذ فاضل شويلي جزاء الله الف خير مستوصف عندكم صح مستوصف عندنا موجود بس ما بي كادر يا يعني مستوصف لا فارغ حتى اسم ما بي ما بي اي يعني محافظه بغداد احنا قبل قليل كان يتحدث الاستاذ فاضل استاذ كامل يقول لك المنطقة ضمن حدود من حدود البلدية أو حدود الأمانة المنطقة ضمن حدود المحافظة لأنه المدرسة جابتها المحافظة المستوصف جاب المحافظة الشارع كسيته المحافظة يعني المحافظة الناس يعني ويانا لكن أكو مشكلة عند المحافظة إحنا هسه خدماتنا مثلا موجودة إحنا هسه جزاء الله الخير جابنا المركز إيش اسمه العفو مجمع الماء لكن نعم. مجمع الماء هسه مستعصى على شيء بسيط على صبة شنو مجمع الماء مجمع يعني مضخة مي مضخة مي هاي المضخة إذا اشتغلت يمكن ما نحتاج تنكر زين تنكر ما نحتاج وين مكانها هاي مكانها موجود نزلت وحددنا لها أرض ودمناها زين المحطة الإيرانية بصفكم تنطيكم كهرباء وهذه المحطة الإيرانية تطلع الضغط العالي والضغط العالي حول محولاتنا نعم احنا خلينا نرجع بعد عقب استاذ فاضل لا بس يعني راد الطرق لموضوع مهم هي مضخة الدسيم هذه قريبة منه؟ هاي ببداية الدسيم نصفت اي هسا جديدة هاي نعم. يعني ما صار شهر من نقلناها نعم بركة نقلناها بجهود ذاتية وبمساعدة الخيرين تابعة لمحافظة بغداد زين جبناها من منطقة معينة من أطراف بغداد يعني منطقة بعيدة كانت
يعني خرجت عن الحاجة لهم فبتعرف أنت العلاقات وكذا جبناها. نعم. فحصلنا وياها تقريبا كيلوين بوري تقريبا مو كيلوين بوري يعني يصل لمنطقة معينة أعتقد اللي جاي هيجي كيلوين ونص يوصل والباقي لازم تكون يعني عونة من قبل الأهالي. المجمع سعة أعتقد 250 يعني ست حاجة كبيرة. المشكلة اليوم دائما نصطدم بالتخصيصات المالية ماكو فلوس يعني وعتب على الحكومات يعني أنا خب يعني مشاكل الأخوة مشاكل الأخوة بعد حملناها احنا زين بس هي الحكومات السابقة من أمانة بغداد ومن محافظة بغداد السابقة. اليوم يعني من 2013 لليوم ماكو موازنات الكل يعلم انكم ماكو موازنات زين فكانت اكو موازنات. اليوم هذا المجمع واقف على مسألة صبة زين السيد محافظ بغداد علي التميمي يعني قاعدة حتى تنصب هسه هي موجودة كاملة هي طيب. ومحولتها الكهرباء وانا اتطرق لانه كان بها هذا مي هسه موجود ابي مي زين يصل الى يعني اعتقد الى دياله او بزل نهايه السد نعم. بوري موجود ابي احنا نصبنا المحطه عليه باعتبار كانت الارض زراعيه فكانت تغذى بمي خابط مي خام زين مي خام موجود فاحنا محتاجين هي الصفي علي هي صف بعد محطه هي صفي بعد محطه يعني ما خارجه عن الخدمه لا 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 بالعكس محطه جيده تعمل. الاستاذ علي التميمي زار نعم. منطقة الدسين في شهر رمضان كانت هناك افطار مع الاخوة زين فالاخوة شكولة وعد انه انه راح يسوي الصبة نعم واحنا في طور التنسيق يعني حتى البارحة رحنا لهم يال. في طور التنسيق زين اتطرق رائد الى المجمع الصحي مركز صحي مركز صحي قامته محافظة بغداد كمليته سياس زرته زرنا أنا ورائد وبعض الأخوة كامل حتى سياج وقفل وكرفانات كاملة حديقة موجودة هم كرفان كلها كرفانات ما نقدر نبني يعني عمل الكرفانات اليوم في المناطق الزراعية هو أفضل شيء سريع وممكن فاليوم اصطدمنا في وزارة الصحة صحة بغداد عدم وجود الكوادر زين. مستشفيات قائمة من السبعينات ما بها بعض الكادر زين. فإحنا فتحنا صحة بغداد اكو مجمعين هنا واحد وبالحي الامام منتظر واحد نعم انه بس يزودوننا بالكادر الطبي الموجود البشري كادر الطبي حتى يشتغلون نعم خلي ارجع للاستاذ كامل استاذ كامل اذا عندك تعقيب على بعض المداخلات واني ايضا راح اسالك سؤال اخليه مقدمه او ما تخلي التعقيب على بعض اللي تحدثوا به اهلنا انا اود اسالك سؤال التالي يعني بالنهايه هذه المدن اللي جاي تتوسع في محيط مدينه الصدر هذه في بالكم تحجموها بعد يكتفي الأمر عند منطقة الدسيم عند كسرة وعطش بعد ما يحق الأحد أن يؤسس مدينة أخرى لو ما عندكم سيطرة عليها وأكيد كل الأخوة اللي موجودين وياريت يسمعون أي. هذا الصوت والتصريح هناك طبعا دولة بنت يعني شقق سكنية وهي بسماية أعتقد مدينة متكاملة ما تعد من ألف وحدة سكنية وكل وحدة سكنية كذا نعم. بها فهذا شفت شيء بسيط وشيء هذا اللي يفرحنا تكون بنايات أكو موجودة في بغداد يا ريت يتوجهون لهذا التوجيه إذا كان هناك أكو توسع لكنه نعم. التحديد والتحجيم اللي موجود هو فقط اللي يقطع هاي المناطق أنهر أكو هناك نهر محاذ إلى هاي المنطقة منطقة الدسيم والمناطق الباقية هناك نهر ما يقدرون يعبرون للمناطق الباقية أكيد ذيك زراعية وأيضا ما مخدومة وحتى الخدمة عليها بعيدة زين اللي موجود هذا بالنسبة للتحجين أما بالنسبة للتوسع اللي موجود الآن في هاي المناطق نعم أكو توسع وعدم السيطرة عليه لكنه أرجو من التوجه وأعيد هذا الرجاء أنه يتوجهون بهاي المنطقة أو الشقق السكنية اللي بديلة عن هذه المناطق نعم. هذا شيء واحد بعدين هناك أكو توزيع أراضي موجودة وأعتقد يعني أنطت الدولة الآن اللي يسموه إحنا بالعامية عندنا هو المصرف العقاري أي. مصرف العقاري الآن أنطى 50 مليون اللي عنده قطعة أرض وممكن يبني
الإسكان ممكن أنه عنده 35 وممكن يبني هذا اللي عنده قطعة، لكنه هاي المناطق اليوم اللي موجودة والآن اللي الخدمة اللي بيها أعتقد هذا مو طموحنا إحنا كمسؤولين. نعم. اليوم مو طموحنا، هذول كلهم أهاليتنا وكل اللي يسمعونا. واليوم أنا يعني من خلال قناتكم حقيقة أناشد رئيس الوزراء. نعم. أنه يرعى هذه المناطق اللي خلف. نعم. السدة واللي عدم تسميتها بالطابو، أما تكون نقلة نوعية من أجل الانتصارات اللي موجودة اللي هي بالفلوجة وصلاح الدين وبعدها الموصل، هذول الناس كلهم ولدهم وإخوانهم وإخواننا وشبابنا هم اللي حرروا هذه المناطق. واضح. ممكن أنه ينطوهم فد عبرة ثانية بمكان الانتصارات. زين. لخدمتهم أكيد. ايه. هنا هو شنو اللي يعرقل حتى إذا يقدر أستاذ فاضل يشاركنا، شنو اللي يعرقل، شنو اللي يعرقل سكان مثل هذه الأحياء أن يمنحون قطع أراضي سكنية بالنهاية ويتم توزيعها أصوليا، منطقة مخدومة صار لنا 15 سنة أستاذ فاضل، يعني ما وزعنا قطع أراضي لسكان بغداد قطع أراضي مثل هذا، يعني أكمل عليه. ايه؟ ما زال أخويا يعني. نعم. أكمل عليه، بل بالعكس الدولة إذا أنطت قطعة أرض. ايه؟ للمواطن خلينا نقول 300 متر بالها يرتاح. نعم. بالها يرتاح يتوزع. ايه؟ للمواطنين جميعا اللي ما. ايه؟ عنده قطعة أرض. نعم. اقتصاديا زين كحسابات اقتصادية لو أنطوا المواطن 300 متر مربع. نعم. للمواطن. ايه؟ ووراها اللي وراها ينطونه مو 50 ينطونه 100 زين اقتصاديا راح تربح الدولة. صحيح. راح تربح الدولة بالنسبة للمواد لأنه أولا تشغيل. خلاخذ فاصل حقيقي يبدو الكهرباء طفت حقيقي وعندنا صوت مولد ظهر بشكل واضح، يعني أدعوكم للتفضل بالبقاء مشاهدينا. شكرا لتفضلكم بالبقاء مشاهدينا، أنا راح انتقل لك مباشرة أستاذ فاضل. كنا نحكي قبل الفاصل عن سبب عدم توزيع الأراضي، يعني أكثر من 14 عام ما شفنا أراضي وزعت في بغداد لمستحقيها. طبعا أكو أراضي وزعت لذوي الشهداء، بعض ذوي الشهداء اللي طوهم بدل أراضي أموال، لكن هذه المناطق المحرومة أعتقد هي بأمس الحاجة إلى الأراضي. يعني هو ليش يشيل ويضطر إلا أن يتجاوز أو يأسس منطقة سكنية في منطقة زراعية لأن ما عنده أرض؟ يعني هذا موضوع هو مهم حقيقة. أيه. وأنا ما أعتبر أنه اليوم الأزمة أزمة أراضي. زين. لأنه في منطقة الدسيم أعتقد القطعة الأرضية يجوز بخمسة بستة. أيه. اليوم عندنا الأزمة الحقيقية أزمة الخدمات. اليوم أي حكومة تريد تأسس أو توزع قطع أراضي قانونا لازم تهيئ بنى تحتية. نعم. خب يا مو بس أراضي لا خدمات أساسية. خدمات. إيه كيف؟ اليوم مثلا ناخذ نموذج وزارة الكهرباء. نعم. اليوم التجهيز وصل لشرق القناة كان 650. نعم. 650 ميجا وات. زين. اليوم بعد العلاقات يدرس تات كامل، بعد العلاقات رفعوا الى 850 ميجا وات. اليوم عندما تريد تاسس منطقه بكبر الدي سي ام هاي يراد لها مغذيات، يراد لها محطه لوحه بعد، يراد لها من كل الجوانب موظفين وعاملين، يعني بنى تحتيه متكامله مجاري. اليوم انتم كما يعلم الجميع هي حكومه ازمات. اليوم الحكومه العراقيه حكومه ازمات، لا استقرار سياسي، لا استقرار امني، لا استقرار اقتصادي. الفساد المالي هم هاي عوامل، هاي عوامل قادره ان تهدم اكبر بلد. يعني احنا نشوف دول عظمى مثل الاتحاد الاوروبي أزمة مالية خلخلته. صح. العراق يعني نهض إلى مرحلة ديمقراطية. بالنسبة لتوزيع الأراضي أعتقد الحكومة وزعت كثير من الأراضي. وزعت قانون سجناء سياسيين شملت جزء معين. نعم. حددته هسه احنا ما نريد كلهم اخوتنا وشهداء في النظام البائد مقاومين شهداء. وزعت لهم اعطتهم بدل قطعة أرض 85 ضحايا الإرهاب ما اعتبرته. اليوم عندنا إذا تريد توزع الحكومة العراقية لضحايا الإرهاب. ايه؟ ضحايا الإرهاب عندنا بالملايين، تحتاج يعني لها مدن في لجنة التعويضات في محافظة بغداد. يعني معاملات كثيرة من 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 السقوط لليوم. فما أعتقد الحكومة العراقية قادرة أن
تستوفي كل شرائح المجتمع من مضحايا الإرهاب وشهداء والقوات الأمنية، شهداء القوات الأمنية. فأعتقد هي اليوم المشكلة مو مشكلة قطع أراضي، المشكلة هي مشكلة تأسيس للقطع الأراضي. اليوم أنا هاي الإرادة اللي تتحدث عنها اللي هي مفقودة بسبب الأزمات، هذه ليش ما كانت موجودة في المجلس السابق؟ هسه المجلس معذور الحالي، المحافظ معذور الحالي، نقول ماكو فلوس. نعم. الوضع السياسي ما يساعد على حقيقة أن يتفرغ لإدارة شؤون أطراف المحافظة. لكن في زمن السابق كانت عندنا وفر مالي، وكان عندنا على الأقل قسط من الوقت بإمكاننا أن نستغله في استقرار سياسي وننتبه لهؤلاء الناس، لهذه الشريحة. شوف يعني بالحقيقة كان في الدورات السابقة كان استقرار سياسي موجود واستقرار اقتصادي موجود. هسه احنا ما علينا بالحالة الأمنية، خليها قد تكون متخلخلة بين منطقة وأخرى. نعم. كانت موازنة محافظة بغداد 2 تريليون شرايدي من الله بالسنة، وكلها تجي وتجي زين، واعتقد ترجع نصها. لما نستلم المجلس الجديد ما اعطوه 10% الى اليوم ما مستلمين موازنه واحده لليوم مجلس محافظه بغداد. من عام 2013 الشهر السادس استلمنا مجلس محافظه عباره عن محافظه مصفره زين، بل مطلوبه محافظه بغداد اليوم ما يقارب 700 مليار بسبب عجز بسبب المشاريع الوهمية والمشاريع الفاسدة الموجودة. غريب. اليوم مشاريع ضخمة موجودة فقط على الورق، مدارس وهمية، مشاريع تبليط وهمية، متنزهات وهمية، قطار معلق وهمي، اشتراك، الكثير من المشاريع وهمية. اليوم ما تعمله محافظة بغداد بالتنسيق مع محافظة بغداد كل مناقلات زين. مثلا أموال التربية تعمل بها للتربية، أموال الصحة يعني مو أموال موازنة جاية لمجلس محافظة بغداد حتى تعطيها لمحافظة بغداد. نعم. أمانة بغداد كذلك كانت في الدورات السابقة أمانة يعني ضخمة، فيها أموال ضخمة ولكن مشاريع الوهمية والمشاريع الفاسدة. الصخرة أثرت على المهم. كان من المفترض انه اقل الامور تقدم لهذه المناطق الدسيم وحي المنتظر والمناطق التي تشكلت بعد السقوط. يعني من الممكن انه تبليط كهرباء كما تفضل استاذ كامل والاخوه، انه كل ما سوينا علاقات فرديه. خلينا نشوف قناعه الضيوف. شيخنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شو رايك بكل ما ذا؟ والله استاذ العزيز احنا هنا منطقة جهاد، يعني مو حياة حقيقة في المناطق الموجودة الدسيم جهاد. وفضل هالرجل فاضل شويل واستاذ كامل الخنجر يعانون، احنا ما عندنا مصدر غيرهم نمشي عليهم، بس هي الماي. شوف الناس هاي يعني ألف لتر ما ثلاث أيام، عندنا المضخة هاي اللي تعبنا عليها وجبناها واشتغلنا بيها وصار 15 يوم واقفين بيها على مود مبلغ بسيط، يعني بس الصبه. اجى السيد المحافظ وحاكينا انا وعطيناه كتاب ووافق، واعتقد بتابع الشغل استاذ فاضل. نعم. هاي تحل مشكله صعبه، حيل صعبه. يعني الناس متاذيه. مال تنكر اجى 4 تناكر اجى المنطقه، احنا الدسيم شارك استاذ رائد 3 مناطق تقريب 8000 عائله. نعم. 8000 عائلة، أنا بس على عائلة أنا مختار حي صدر عندي 1600 بيت، يعني الواحد بالأربعة بليل خاوري والله ما عندنا ماي، شو نسوي؟ زين شو نسوي لهذا؟ ما عندنا ماي، ما عندنا ماي يغسل يتوضل بالليل، ما عندنا ماي. يعني معاناة. فإحنا من خلال قناتكم يعني نشوف الدولة مسجلة هنا رسمياً وفي البلدية، لو شلون تتعاملون وياها؟ احنا كمجلس بلد مسجلين رسمياً، مخاطر رسمياً وموجود أستاذ جرد؟ إي موجود جريد، يعني نعم. مختار رقم دار، ما يصير يحط واحد ومتابعين امنيا. لا اقصد اكو بطاقه سكن عندكم هنا بالمنطقه. عندنا بطاقه سكن نطيها، يطلع على بطاقه سكن من السعدون يجي الى مركز الرافدين. ياخذ باسم مدينه الصدر. اي مركز الرافدين. يعني شغله رسميه. نعم. ثانيا كل واحد دار رقم دار رقم زقاق نطيه. طيب. يجي جديد جردن منين جيت وما نخلي يسكن اذا ما يجيبنا تأييد منين جاي هو. نعم. مو هاي قضيه منين نخاف عليها احنا. زين البيوت موحد توزيعها
لو بيت 600 وبيت 300 لا لا هاي هاي الشخصيه انا اشتري 50 ذاك يشتري 100 بكيفه هذا حسب قناعته هو يشتري هو الفروع محدده هو يشتري بكيفه يعني بالنهايه اذا اجت هسه محافظه بغداد ايه؟ او اجت امانه بغداد ايه؟ وقالت لك يا مختار انطيني البيوت ومواصفاتها هي موجوده وانطيني الازقه والدرابين على مود انشئ بنا تحتيه هي موجوده ازقه ماكو موجود. بيت طالع على الشارع لا لا ماكو احنا مراقبين المساحات مد مختلفه هاي هذا تفاوت هذا ليش لا لا مو طالع على التنظيم الاساسي يعني احنا كفرع هذا ممنوع واحد يطلع الفرع الفرع 6 امتار شلون تقدر تمنعه حجي لا بيصير من احنا بيصير يعني مو كيف ترى بحد يشتغل بكيف احنا تصميم المدينه اي تصميم عدل يعني تصميم عمراني ما بيه اشكال تصميم عمراني ما بيه كل اشكال عندنا نعم موجود افراع وموجود كهرباء واضح يعني الشغله واضحه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية نرحب بقناة المدى وبالأستاذ فاضل وبالأستاذ كامل أهلا وسهلا إحنا مشكلتنا أكبر من مجلس المحافظة والمجلس البلدي وين لا مشكلتنا كبيرة جدا يعني إحنا من صير الانتخابات ينطونا بطاقة ناخب ويعتبرون صوتنا رسمي بينما إحنا إذا نرجع لمدينة الصدر القطاع الواحد بيه 700 بيت بيه مدرستين ابتدائية ومدرسة متوسطة رسميا 1000 بيت القطاع القطاع رسميا 1000 بيت بينما إحنا هسه 4000 بيت وثلاث مخاتير وثلاث مناطق مدرسه واحده وكرفانات هي الدوله ما تريد تساعدنا يعني استاذ كامل تفضل قال المصرف العقاري المصرف العقاري ينطق ارض على شرط الاراضي الزراعيه غير مشموله والصناعيه صندوق الاسكان انا داوم بوزاره الاعمار والاسكان الزراعيه والصناعيه غير مشموله وبشرط ان تكون لديهم 100 متر يحل فصل الصيف علينا تدخل وزاره الصحه انذار كلها كوليرا وكلها سحايا وكلها حمى مالطه والفضائيات تبدا تنتشر خبل وغاي خير من العلاج اصرف مبلغ بسيط بمكان ما اصرف المليارات هاي على شراء الادويه من الخارج وانظم شبكه نظاميه لمدينه الدسين وتنتهي القضيه. هو شلون ينظم؟ شلون ينظم استاذ كامل؟ يعني يصير تنسيق بين مجلس المحافظه وزاره الصحه، يعني هسه اذا صار خلل امني مجلس المحافظه ما يقدر يقيل قائد الشرطه يقيله؟ اذا صار خلل امني عنده صلاحيات يقيله. زين نفس الشيء استاذ كامل تحدث لنا على الاقل بمنظور السلطه العليا، شلون تنظر للدسين؟ هنا الشخص يقول بالنهاية إحنا نحتاج خدمات أساسية ونحتاج إلى قضايا تنفيذية إحنا شلون تنظر السلطة المحلية أو السلطة التنفيذية أمانة بغداد أو حتى الحكومة الاتحادية لمثل هذه المدن على مود توضحها للناس هنا يعني كيف تفسر واقعهم هذه المدن قانونية ممكن أن تشمل في المستقبل بخدمات لو ما تشمل يعني إيه خلي التعقيب يكون مباشر إذا تسمع عنه طارق حي طارق ما زالت اسمها حي طارق ايه اللي بصف حي المنتظر هم كانت حي نفس منطقة حي الدسين بالضبط منطقة نسميها عشوائية منطقة زراعية لكنه من قد المراجعات اللي موجودة بالمجالس البلدية وأيضا من خلال علاقاتنا الشخصية مع مجلس الوزراء بصراحة في ذاك الوقت كان إجا أمر بأنه الأمين بغداد في وقت صابر العيساوي أنه تطوب هاي المنطقة زي. وفعلا طوبت وكانت سبع قصور أيضا كذلك سبع قصور ما زالت بعد لحد الآن مو رسمية حسبوها قلنا ما بغداد مو رسمية معلق منطقة زراعية فقط اللي بهاي الأحياء اللي موجودة الأحياء اللي بس هو من الدسيم سبع قصور يا خلف لا أنا متأكد من عنده أنا متأكد من عنده لا خدمات كل المناطق نعمل. كل المناطق أكو هذه مع الانتخابات انطوا سنود او انطوا سند هذه مال الانتخابات انا اسميها بصراحه بس فيها مدارس اكو مدارس اكو مدارس قديمه اكو مدارس قديمه احنا المدرسه اللي تحدثوا عليها الاخوان اللي موجودين هنا يمكن الشيوخ والوجهاء اللي موجودين وبعضهم من جالسين نعم. ردنا لنا حوالي ما يقارب 3000 متر ما قدرنا نحصل نعم. إلا حصلنا خلف الله عليهم وجزاهم ألف خير وسوينا مشي يمكن على هالشخص هذا الرجل أبو فلاح وأنطانا هاي الوصلة وسوينا بها هاي المدرسة من أبو فلاح من أبو نعم أرض 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 ايه. مال شخص زراعية هي أصلا وأنطانا بها فد وصلة وسوينا ممكن مدرسة بها أنا توسلت بالناس اللي موجودين اللي عندهم أراضي أنه نسوي مدارس من بعض المدارس لأنه هاي المناطق سوينا بها سبع مدارس يعني طموح الأخ صعب صح أنا وياك لكنه إحنا نطمح أني والأخ وكل الأخوة اللي موجودين والأخوة أعضاء مجلس محافظة أنه نعم. تطوب هاي الأرض
انه نسعى لهم مثل ما سعينا لهم شلون مال حي طارق اللي صارت طابو وايضا انضمت الى امانه بغداد، لان هذه المناطق المفروض احنا وندينا واحنا عندنا قاعده بيانات ورافعين الى مجلس محافظه وهيئه خدمات وفي مكتب مجلس الوزراء، هذه منظوره في مقر مجلس الوزراء واعتقد بالمكتب مالتهم، وتحدثنا لهم ورحنا زرناهم بانه هاي المناطق قريبه ومحاذيه الى مدينه الصدر والمفروض ان تكون على شكل طابو وتوزع وتقسم بالشكل المطلوب. هذا مشروع المجلس البلدي. نعم وما زال المطالبه. احكي لي على استجابه السلطات العليا. لم تستجيب لحد الان، اي وزير ما يستجاب لنا. اي وزير لحد الان ما يستجاب، فقط يستجاب في العلاقات الشخصيه. استاذ فاضل يعني هو الرجل اصاب راس الحقيقه انه نعم. اليوم قال هي المشكله اكبر من مجلس محافظه ومن الحكومات المحليه. اليوم القرار قرار رئاسه وزراء. ايه. مثل ما تفضل استاذ كامل، بعض المناطق طوبت قرار، اكو لجنه رئيس اللجنه رئيس الوزراء واعتقد وزير الاسكان وزير الماليه وزير التخطيط ايضا وزير يعني. التخطيط نعم، هاي اربع اعتقد وزراء هي لتغيير جنس الارض. صح، هاي يعني اعتقد انه اكو توجه. اذا هاي اللجنه وقعت على اي منطقه انه تصير طابو نعم يكون اجار المثل او يكون بيع المثل. زين، مثلا هاي مثلا هذا بيت طابو مثلا مليون. نعم، اذا بصف واحد بنا بيت منطقة زراعية ياخذون منه المثل. اها هيك واضح. ف يعني هي المشكلة مشكلة حكومة اتحادية ورئاسة الوزراء واللجنة. يعني يكون هاي اللجنة توقع لأي شلون يقدرون يضغطون على الحكومة الاتحادية؟ يعني هي انا اعتقد ان الحكومة الاتحادية ذاهبة بهذا الاتجاه لأنه بعد ما عندها خيارات أخرى، المناطق جاي تنخدم. يعني هو الحكومه الاتحاديه جاي تخسر. يعني هو جاي يوفر له كهرباء زين، جاي يوفر له مي بالممكن، ها مو يعني جاي يوفر له مثلا بعض البنى التحتيه. هسه بالوقت الحاضر صارت استيفاء عليهم. يعني انا اعتقد اغلب الموجودين اذا يعني استاذ رائد المختار نوعتهم محطات كهرباء قام ياخذون منهم، في السابق ماكو. بدت اجور قام ياخذون. لما تدفعون الكهرباء جبايه للوزاره؟ اي جبايه، اي حتى لين نعم. اها اي العفو. احنا بالنسبه شلون توجه وزير الكهرباء، المحافظه اعطونا محولات زين، محولات بلاش اعطوناهن. نعم، سويت المعامله، قال النصب والاعمده والاسلاك وما يتعلق كله على المواطنين. نعم، بحيث ما صرفت الا اخذ عليه تعهد يم الدار القانونيه. سويت تعهد بان احنا نصرف عليه، وصفحيه نصبنا محولات، ابو احمد موجود عنده محوله منطقته وانا محوله، وصرفنا فلوس 4 ملايين ونص صرفت عليه زين من المواطنين اللي وذا تعطل شلون؟ لا تعطل، هم بلاش يصلحوه. إيه التصليح بلاش زين. بس كبدايه الاستجابه سريعه بالعطل. والله هي اجراءات طويله تقريبا 15 يوم كذا ولا كملتها هاي بالعطل. لا العطل، لا استجابه العطل. العطل تجي مش عليهم جماعه زين يعني ويانا زين يجونا، بس هي مشكله النصب الجديد. يعني اذا نصب جديد يعني معاناه. نعم. احس لحد الان استاذ رائد عنده محوله بعد، هي فلوس ما عنده موجوده. نعم. مستلمينها انا ما عنده فلوس. يا ليش ما تدفعون؟ ليش ما تدفعون؟ دفعوا على مود الحكومه، بالنهايه تقول لكم امكانيه تتحول الى مدينه زين. بس هسه هم الشغله الجديده اذا عمودي وقع ما يسوي لك اياه الا يشوفوا الميزانيات لازم منصوبه زين، ورقه كهرباء واضح. يعني رواتبهم صارت ذاتيه. نعم، يقول لك كان هاي المنطقه اذا هم هم حقهم استاذ فاضل، حتى في مناطق هو هم حقهم يعني بالنهايه. اي تحتاج الى صارت يعني بفلوس. شوف قبل الميزانيه حجينا، هذه مسؤوليتكم. يعني احنا ايضا لازم نثقف ونوعي المجتمع. هسه الميزانيه هم كان الميزانيه بلاش. ايه لازم 48000 لازم تدفع 48000 يجي لك ميزانيه. اي يعني جبايه واجب، لكن بس المايك قربوا لنا المايك. اي والله مواطن يشتري محوله مال كهرباء ويشدها. ايه انا قاعد ادفع، قاعد نزف لنا كل 3 ايام 4 ايام نزف لنا شهداء 2. نعم، خاصه هاي المنطقه. نعم، كل بيت بيها مقاتل، ماكو بيت ما عنده واحد مقاتل. مقاتلين
وتحرير الفلوجه وغير تحريرها هي صفت على روسنا احنا اهل مدينه الصدر وحي طارق هذا قدر مدن العراق. اسمح لي لا بس احنا اللي نقاتل قاعد زين. واحنا قاعد ندفع بس ما يقدر يطلع كهرباء بلاش. انت تبيع لي انت بالكهرباء تبيع لي محوله كهرباء ما عندي اني عايف جهال ورايح اقاتل وتبيع لي محوله مال كهرباء يصير هذا؟ اكو قانون هذا؟ زين اعتبرني لاجئ ونصب لي كهرباء. زين تعتبرني اني حكومه لان اجاوب انا هسه جاي احكي وياك بصفه حكومه. هسه مثلا انا راح اكون بمكان الحكومه انا اقول لك يا حجي انا هم من عم الله علي من اعطيتك محوله. تعطيني محوله؟ انت زراعي. انا اعطيت دم شنو زراعي انا ما اطول انا زراعي اعطيني ورقه وسفرني خلنا نروح لايران. لا هذا مو حالة العراق ولا انت عشان انا ما عندي سكن وفر لي سكن وفر لي سكن اللي اريده وفر لي سكن. هو هذا اللي جاي انا خدمتي 40 سنه رئيس سواق رئيس سواق طلعت لا والامكن استاذ كامل يعرف يا امرأة لا بعرض ولا بالاستاذ العفو هذا بالنسبه اللي تحكي عنه كل بالنسبه للكهرباء ايه؟ الكهرباء اللي ورقه الجباء اللي جاي تجينا ورقه تقديريه استاذ يعني مبلغ رمزي لا مبلغ ثقيل يعني اكو بيت يجي 125,000 واكو بيت 90,000 حسب الاستخدام واكو لا ماكو ما يجي للمقياس لا تقدير الورقه تقدير لا الورقه تقدير استاذ لا الورقة الجباية تقدير جاي تجينا اكو بيت 125,000 اكو بيت 90,000 تقدير للكهرباء وقدر انه يعني هذا المنزل استخدم هالقد لا يعني بالنسبة للجباية مثل ما تفضلوا اكو بعض المناطق تقديرية نعم هسه هم متجهين باتجاه انه حسب المساحة زين حسب المساحة بعض الاحيان مثلا لا يعني هو عندهم قارئ يقرا نعم مثل عداد اكو بي مكيفات اكو جيزر هذا العداد هم جوز ما يلاحظوا بالمحوله يشوف فرته واضح اي يعني الجيزر والمثل المكيف والكذا الكهرباء عقب عن كلام الشيخ ابو محمد بس باقل من دقيقه لان بالنسبه للمحولات الكهرباء محولات الكهرباء سيد المحافظ صرف لنا 4 محولات كهرباء عن طريق الاستاذ فاضل الشويلي طيب فدائره الكهرباء تقول لك انا جبايه ما عندي يعني ما اخذ جبايه المخازن مالتي فارغه اريد من المواطن انا محول المحافظ انطي دائرة الكهرباء عندها كادر يطلع لك يشتغل لك لكن العمود الأسلاك البراكيت هاي الأمور كلها المواطن يشتريها قصد الشيخ أبو محمد يقول لك أنا أولادي أنا أولادي بالحشد الشعبي أنا أولادي بالجيش العراقي أنا أولادي مثلا قاعد وانا بالإيجار زين هاي مثلا أنا ذاك اليوم رحت شفت الكلفة مال وحدة من المحولات 5 ملايين زين 5 ملايين هم 100 بيت ياخذونها يعني اقل شيء البيت فد 200-250,000 يقول لك هو بالحشد الشعبي انا اشكرك رائد لتسهيل حقيقه مهمه الكادر في الوصول الى الدسيم واعدادك لهذا الجمع من الاهالي الخيرين شكرا لحضوركم طبعا رمضان كريم عليكم انا اشكرك استاذ فاضل شويلي عضو مجلس محافظه بغداد شكرا جزيلا لك ورمضان كريم عليك مره اخرى شكرا جزيلا لكم وجزاكم شكرا جزيلا وشكر جميل ايضا وجزيل للسيد كامل خنجر رئيس مجلس بلدي في مدينه صدر شكرا رمضان كريم ولقنواتكم وشكرا لكم مشاهدي المدى على حسن المتابعه والصغاء تقبلوا تحياتي انا في الاعداد والتقديم حامد سيد وتحيات فريق العمل التقيكم غدا في مدينه من مدن بغداد ان بقينا وبقيه الحياه في امان الله